شرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده كابتن مصطفى عفروتو، كان ليه صولات وجولات سرعه ورجل شمال ومهاره وحرفانه وفي بيته طبعا. نور بيتك كابتن مصطفى، اهلا بيك. ربنا يخليك يا استاذ احمد، انا مبسوط وسعيد اللي انا متواجد في بيتي ومع حضرتك. اهلا وسهلا بيك. شفت ازاي قبل بس ما اتكلم في بكره ماتش مهم طبعا وماتش طبعًا. صعب مع فرقه محترمه جدا، هي فرقه سموحه بتلعب كره محترمه. بس عايز اخد كده منك ازاي تابعت ماتش بيراميدز واهم الحاجات اللي وقفت عندها. والله يعني هو يعني لو هنتكلم كوره، لا يعني حتى التوفيق ما كانش محالفك في الماتش، لانك انت كنت انت اللي مسيطر المجمل بتاع المباراه، انت اللي مسيطر. أيوة. انت للاسف بس الفرص اللي جات لك ما قدرتش تستغلها، ولكن التوفيق لو كان معانا كنا هنقدر نوصل لاكتر من يعني نقدر نجيب اكتر من جون، ولكن التوفيق ما كانش معانا. والشناوي طبعا جون كبير، ويعني من ضمن الاسباب يعني بعد ربنا كان الشناوي في كاس العالم للانديه هو اللي خلانا ناخد المركز الثالث، خلانا ناخد البرونزيه. فعمرنا جمهور الاهلي عمر اصلا ما بيبص للحاجات اللي هي عشان نوقع الشناوي، لا الشناوي بيلعب في نادي كبير جدا، فلازما اي حد لما يجي يتكلم بيتكلم بقيمه النادي الاهلي، لان انت جون في النادي الاهلي، وانت لو مش بالامكانيات وبالشخصيه اللي عندك دي يا شناوي عمرك ما هتبقى متواجد في النادي الاهلي. فانت عندك شخصيه وعندك شخصيه قويه وانت بتلعب في نادي قوي، فكل الامور دي احنا كجمهور الاهلي اصلا يعني احنا كل الدعم ليك وكل التوفيق ليك، لان انت عندك رصيد كبير قوي مع الجماهير. صحيح. فعمرنا اصلا يعني هي يمكن غلطه عشان تكشف قد ايه، وطبعا محمد الشناوي يعني مش محتاج يعرف معزته وغلاوته وحجم كده. تقدير جمهور نادي الاهلي ليه، لكن الحقيقه الغلطه دي كشفت وكانت يعني رساله يمكن مهمه جدا انها توصل، انه ولا يهمك يا شناوي. يمكن اغلب 99% من الكومنتس الناس زعلت لمده ثانيه يعني. صح. لانه كان في صدمه التعادل في اللحظات الاخيره من المباراه، في مباراه زي ما انت قلت تسيدها الاهلي من بدايتها لنهايتها، لكن هي كانت الصدمه دي يمكن في التوقيت ده الحاجه الايجابيه اللي فيها حاله الدعم الكبيره جدا من الاهلاويه لمحمد الشناوي. طبعا طبعا الشناوي جون كبير، ويعني احنا اصلا عمرنا ما فكرنا في يوم من الايام اللي احنا اصلا احنا كل الدعم لاي لاعب في النادي الاهلي، احنا السبورت بتاعه كجمهور وبنديله الدفعه وبنديله القوه داخل الملعب وخارج الملعب. فانت بتلعب في نادي كبير وانت قدرك اللي انت بتنافس على بطولات، يعني انت مش بتنافس على بطوله واحده بس في السنه، انت 6 بطولات بتشارك فيهم على مدار السنه، فانت مطالب اللي انت تاخدهم. فيعني الشناوي من الاسباب برضك اللي هي وصلنا لنهائي افريقيا طبعًا. 4 كلين شيت في دوري ابطال افريقيا، سان داونز رايح جاي، الترجي رايح جاي، فما شاء الله يعني احنا عمرنا ما بننسى اصلا الحاجات ديت.